رحت النادي الاهلي مرنت وانت في التمرين شبك الكابتن طارق اسماعيل نعم والكابتن طارق سليم حتى الكابتن طارق بيقول لك بيساله بيقول لك او كابتن الشيخ طارق بيقول لك انت في مدرسه قلت له انا في ثانوي قال لك طب انت موجود معانا لما قالوا لك انت موجود معانا انت افتكرت ايه والله ما انا مش عارف بس انا يعني كانت الامور يعني انا مش عارف موجود ما عارف ايه لكن عرفت بعد كده ان هو ماسك كان في حاجه اسمها منتخب مدارس ومنتخب مدارس ديت يعني كانت الناس ما كانتش تعرفني طبعا انا وانا في اسكو معروف على مستوى الحته اللي انا فيها وانا اما اتنقلت في النادي الاهلي والكابتن طه شافني كان الكابتن طه والكابتن طارق كانوا بيجوا يلعبوا في الملعب كده ملعب في الصيف في الصيف لا لا في الملعب الرئيسي الملعب الرئيسي كان في الصيف في التش فيعني كنت انا نزلت معاهم كذا تقسيمه كده فشافوني يعني وشافني الكابتن طه فراح واخدني معاه منتخب مدارس وديت كانت كنت ليها كنت بتلعب مع ناس اكبر من سنك كنت لا وانا برضو انا كنت جاي درجه اولى يعني انا كنت انا كان سني ساعتها بس انت لعبت تحت 20 سنه كنت انا جاي النادي الاهلي 19 سنه او 18 سنه 19 سنه ف سنة كام يا مختار؟ 75 انا 75 ف لما رحت مع الكابتن طه منتخب مدارس كانت ليها طبعا رد فعل كبير جدا 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 على الجمهور في العموم وعلى جمهور النادي الاهلي بشكل خاص يعني وده كانت البدايه بتاعتي حتى انا يمكن انا كنت يعني في الفتره دي ولما اتنقلت من اسكو للاهلي كنت اتمنى طبعا لان النادي الاهلي كان فيه نجوم كبار جدا جدا وعلى اعلى مستوى فكنت اتمنى ان انا يعني ابقى ماتش احتياطي ماتش ابقى موجود مع الدرجه الاولى كنت طبعا متخيل ان انا يعني الواحد هيخش مع الفرقه الكبيره بالنجوم ديت بالشكل ده كان فيهم كان موجود الخطيب وكان موجود الكابتن مصطفى يونس ومصطفى عبده فطبعا نجوم كبيره جدا راح علينا بس مش قوي كده فالمهم مصطفى فعلا يعني الامر كان صعب طبعا لكن بفضل الله لما جيت بعد منتخب مدارس كمان وجيت منتخب المدارس دي بدايه الانطلاق بتاعت محترم دي دي دي, دي وهي كانت بطوله دوليه كمان طبعا وكانت على مستوى عالي كان في دول العربيه موجودين كلها فيها لبنان وسوريا النهائي كان مع العراق مع العراق واحنا اتغلبنا من العراق في النهائي ويمكن كان يعني كنت بأدي فيه اداء كان مستوى بفضل الله عالي جدا هل نقدر نقول ان الدوره المدرسيه سبب من اسباب ان خلت نقلت مختار مختار لحته تانية خالص هي 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 سبب في ان هم ناس يعني ان انا قبل ما العب في النادي الاهلي الناس يعني عرفتني وحست بيا وكانت ليها رد فعل كبير جدا جدا على جمهور الكوره ساعتها لاني كنا في الصيف وما كانش فيه ماتشات غير الماتشات دي نشاط. فده النشاط كله واقف فكان الامر ده كان له مردود هائل جدا عشان كده حتى لما جيت ودخلت مع يعني فرقه النادي الاهلي الحمد لله دخلت بشكل كويس يعني تقدر تقول ان الدوره المدرسيه دي عدت مختار كويس قوي عشان يبقى موجود في الحته اكيد هي ديت السبب الاساسي والرئيسي في معرفه الناس ليا يعني وده طبعا كان له رد فعل هائل جدا يعني.